السلام عليكم ورحمة الله اخوتي المغاربة، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد ان شاء الله. واللي اليوم كما كتشوفوا غادي نهضروا على الابناك في اسبانيا. اجل اخي المغربي، اختي المغربية، الا كنتي في اسبانيا وعمرك ما درتي اي حساب في اي بنكة كتخدم وكتصور لك كتب الله وباغي تصيفط الفلوس للمغرب ولا باغي تخبع الفلوس ديالك في امان، الحل الوحيد هو انك تختار البنكة الموثوقة والملائمة ليك كاجنبي عايش في ارض اسبانيا. الا كنتي مغربي عايش في اسبانيا وبغيت دير البنكة لاول مرة ودير كارت بانكير ودير حساب بنكي كيخدم المصالح ديالك، تفرج هذا الفيديو تالتالي. غادي نعطيكم التفاصيل ولي ديتاي شنو هما احسن الابناك اللي ممكن كيخدموا للمهاجر وكيساعدوا المهاجر في جمع الفلوس ديالو. بلا ما نطول عليكم ندخلوا لصلب الموضوع ان شاء الله ونشوفوا شنو هما افضل الابناك اللي كاينين في اسبانيا اللي ممكن المهاجر المغربي يستعملهم ويكون هو الرابح الى عرف يختار البنكه المناسبه لك. اخي المغربي، اذا كنت عايش في اسبانيا وعمرك ما درتي حساب بنكي في اسبانيا وبغيتي دير حساب في شي شركه، غنعطيك لائحه موثوقه ديال سنه 2022 ديال شنو هما احسن الابناك اللي كيخدموا في اسبانيا ليومنا هذا. قبل ما ندخلوا في التفاصيل نعرفك اخي المغربي اختي المغربيه ان هاد الفيديو موجه للناس بالخصوص اللي ما عندهمش الوراق، ولكن اذا كانوا عندك الوراق ما فيها باس، هاد الفيديو يقدر ينفعك، تبعوا التالي وغادي تستافد ان شاء الله. خويا المغربي اختي المغربيه، الا ما كانوش عندك الوراق في اسبانيا وبغيتي دير حساب بنكي، سهله مهله ما كيصعبوش عليك الامور، ممكن دير حساب بنكي اللي يلائم الاحتياجات ديالك، تقدر تصيفط فيه به الفلوس للمغرب، تقدر تشري به حوايج في المغرب انت في اسبانيا وتخلص في المغرب بالعمله المغربيه، تقدر تشري في دول اخرين. يعني هاد لي كونط كيكونوا دي كونط انترناسيونال بصح في الباغو وفي الريتيرو، يمكن لك تخرج في اي جيشي اوتوماتيك في اسبانيا ولا خارج اسبانيا. هاد المهم غادي نعطيكم اللائحه وبلا ما نطول عليكم، ولكن في الى تبعتوا الفيديو غادي نهضروا بالتفصيل على جوج ديال الابناك اللي هما بريفيري دوس عند المهاجرين واللي كيساعدوا المهاجرين في جمع الاموال ديالهم. جوج الابناك اللي غادي نخصصهم لكم واللي هما التوب ديال الابناك. نهضروا على اللائحه كما كاين. قبل ما نهضروا على اللائحه خصنا نعرفوا بان كاين جوج الانواع ديال الابناك في اسبانيا. يعني الا بغيتي دير حساب بنكي اما ديروا حساب بريسنسيال واللي هو كتمشي للبنكة كدير الوثائق ديالك كتفتح حساب رسمي في البنكة اللي بغيتي، اما سانتاندير اما بي بي في ا اما اي بنكة بغيتي كتمشي ليها وكتفتح حساب بريسنسيال كتكون حاضر بذاتك. وكاين الحساب الثاني اللي هو حساب اونلاين كيكون عبر الموقع او التطبيق ديال الشركة اللي بغيتي دير عندها حساب بنكي. جوج الانواع ديال الحسابات. اول ما غادي نبداو نشوفوا التوب كلاسمون ديال افضل الابناك، الرانكينغ ديال افضل الابناك في اسبانيا اللي كيوفروا خدمات جد مميزه للمهاجرين فقط. دخل اخيرا نخلي لكم روابط السيتات والروابط باش تسجلوا كلهم، نخليهم لكم في الديسكريبسيون. دخل ودير الترجمه ديال جوجل وترجم السيتات اللغة اللي بغيتي وانت غادي تفهم المحتوى بكل سهولة. افضل ست بنكات في اسبانيا اللي ممكن تعتمد عليهم وما تنحاش عليهم. يعني الا باغي دير حساب بنكة كنصحك بالمرتبة الاولى بالبنكة ويز، واللي هي بنكة اصلها انجليزي قديمة شوية، بدات هذه واحد 10 سنين ولا 12 عام في اسبانيا، عندها الامكانيات قوية. الشركة ديال ويز او السيتيو ديال ويز هي بنكة اونلاين فقط، ما عندهاش اونلاين، كتخدم على التعامل عبر التطبيق ديالها. ويز ترانسفير كانت سميتو ودابا ولا سميتو ويز. هذه اللي مكلاسية رقم واحد في اسبانيا، ويز تطبيق ويز او الشركة ديال ويز. اللي مكلاسية رقم جوج هو بانكو سانتاندير اللي كلشي كيعرفو واللي هو بانكو عريق
ديال سانتاندير اللي هو معروف في اسبانيا، ممكن تمشي له وتسجل. البنكة الثالثة بلا ما نطول عليكم هي موني ترانس، البنكة الرابعة هذه، والبنكة الخامسة هي بانكو بيلباو بيسكايا شي لعيبة. المهم هذا البانكو ديال بيلباو تهو توب من احسن الابناك اللي كنصحكم بها باش ديروا فيهم الحسابات ديالكم. ولا غايتشا بانك ما عنديش معها صراحة، لان بانكة صغيرة وما عندهاش البيرويات بزاف، هي مشهورة وزوينة الخدمة ديالها، وكتعطي واحد المردودية كبيرة اذا درتي كونت فيها، كيكونوا ناقصين للطريف، ناقصين للفري، ناقصين الى بغيتي تحول الفلوس كيكونوا ناقصين، ولكن ما عندهاش مكاتب بزاف في اسبانيا. المهم هادو ستة الابناء كنصحكم بهم، ندخلوا باش نشوفوا دابا قبل بعدا هاد الابناك شنو كيطلبوا من الانسان. بحال دابا انت مهاجر مغربي عايش في اسبانيا ما عندكش الاوراق وبغيتي دير بانكا، ما كيطلبوا منك والو. ندخلوا للسيت وغادي نشوفوا شنو المتطلبات ولا الحوايج اللي كيوفروها هاد الشركات اللي غادي نهضروا عليهم. حنا انا جبت لكم جوج ديال الشركات من افضل الشركات اللي ممكن ديروا فيها حسابات بنكيه اونلاين وانتوما في اسبانيا، وانت جالس دارك دير حساب ديالك وجمع فيه الفلوس ديالك وصيفط الفلوس لعائلتك في المغرب، وشري اي حاجه بغيتي انترناسيونال، وخلص اي حاجه وسافر بها ودير سياحه بها. حسابات بنكيه موثوقه عندها واحد النسب ديال الفائده بسيطه، كتاخذ واحد النسب قليله ما كتضرش المستهلك ديالها. نبداو بهاد جوج ديال الحسابات اللي خاصين بالمهاجرين المغاربه المتواجدين في اسبانيا، سواء بالوراق ولا بلا وراق. نشوفوا هاد السيت، غادي نخليه لكم، اللي هو سميتو سين كوميسيونيس. ادخلوا له وغادي تشوفوا، ديروا الترجمه وتقراوا وتشوفوا. غادي نهضر لكم هنا على شنو هما المتطلبات ولا لوس ريكيسيتوس اللي كيطلبوها من الانسان اللي بغى يدير حساب بنكي في اسبانيا. ما في هاد الشركات واللي هما غادي نقدمهم لكم، كيطلبوا منك باسبور صافي، الا كنتي مهاجر حراري يكون عندك باسبور، وكيطلبوا منك واحد الوثيقه تثبت السكن ديالك، يعني شهاده سكنه ولا شهادة طبية ولا اوراق ديال، يقدروا يكونوا اي اوراق اخرين كيتثبتوا السكن ديالك من غير شهادة السكنة. كيطلبوا منك تارخيطة ديال الطالب الا كنتي كدير تكوين مهني او لا طالب، كيطلبوا منك البطاقة، وكيطلبوا منك او لا الا كنتي خدام كيطلبوا منك سيرتيفيكادو ديال التراباخو ديال الخدمة، وثيقة تثبت الخدمة ديالك. ولكن الا كنتي عندك الاوراق وعايش في اسبانيا وبغيتي اول مرة تفتح حساب بنكي في هاد جوج ديال لي سيت اللي غادي نعطيهم ليكم، خصك النوميرو ديال نيه ولا اللي كيتسمى نوميرو ايدنتيفيكاسيون دي اكسترانخيروس. هذا الرقم هو النيه، كيطلبوا منك رقم تسجيل ديال الاكسترانخيريه، وكيطلبوا منك دوكومنتو ديال الريسيدنسيا ديال الدوميسيليو اللي كيتثبت السكن ديالك، وصافي. وكيطلبوا منك تارخيطه ديال استوديانت الا كنتي كتقرا، وكيطلبوا منك سيرتيفيكادو ديال تراباخو، بحال المتطلبات ديال المهاجر حراك، بحال المتطلبات ديال المهاجر اللي عنده الاقامه. الفرق بيناتهم الاخر كيخدم الحراك كيدير الكونت هيب الباسبور، والمهاجر اللي بالوراق كيطلبوا منه النيه، يعني النوميرو دي ايدنتيفيكاسيون دي لوس اكسترانخيروس. هادو جوج المتطلبات. غادي نهضروا على البنكات اللي اختاريت لكم، اللي هما من افضل الابناك اللي كاينين في اسبانيا لحد الان، واللي كيخدموا للمهاجرين. البنكة الاولى واللي هي ويز، او الشركه ديال ويز، واللي هي بنكة انجليزيه، شركه انجليزيه كتخدم في جميع دول العالم، تقريبا 175 دوله عبر العالم، كدير صرف العملات، تحويل العملات، نقل الاموال، الشراء عبر الانترنت، عبر العالم، ماشي في اي دوله. الميزات ديالها انها رخيصه شويه، ما كتديش دي كوميسيون كبارين. كنصحك اخي المغربي الا كنتي اول مره باغي تفتح حساب بنكي، ويز هي السبيل
اللي ثقه وقديمه، صافي 12 عام كتعامل مع باي بال، كتعامل مع وستر يونيون كما كتشوفوا هاد الشركه دويز، كتعامل مع سابادل، مع لاغايتشا بانك، مع بانكو بيلباو، مع بزاف الابناك عندها العلاقه، كتعامل معهم كدير وكتنقل الاموال ديالها ديال الزبائن ديالها، كيديروا عمليه ترانسفيرنسيه ديال الاموال بزاف ديال الابناك عبر العالم. هذه الصفحه الرئيسيه، وغادي نخلي لكم الرابط باش تسجلوا وديروا هذه الشركه الاولى ويز، عقلوا عليها، غنخلي لكم الرابط باش تسجلوا منها وديروا كوينتا غراتيس بنكاريا ليك اخي الحراق المغربي. الا كنتي بلا اوراق، ولا كنتي بلا اوراق ممكن دير كوينتا غراتيس. لاكارت بنكار كتخلص عليها شي 6 الاورو ولا 7 الاورو، ما كيقطعوش عليها بزاف، هي اللي كتخلص عليها. ندوزو للبنكه الثانيه واللي هي بانكو ريفولوت، واللي هو بنك جديد، يلا صافي 4 سنين هو خدام في اسبانيا، ولكن بنك بامكانيات قويه وكينافس البنكه ديال ويز في كسب الزبائن. يعني هاد البنكه كتقول لك بانها كدير بزاف الحوايج، كتعطي لك وانت فابور، تارخيطه فابور، تارخيطه بنكاريه فابور، دير كوانتا في دقائق ابتداء من لاب ديال من لابليكاسيون ديال ريفولوت. عندها بزاف ديال المميزات، حنا نهضروا على المميزات وغادي نشوفوا التفاصيل. هاد الترخيطه صراحه الله هي جديده وثوريه، وكنصحكم تجربوها ريفولوت. هاد الكوانتا بنكاريه مخيره ريفولوت، كتنافس كما قلنا الشركه ديال ويز. الديفو الواحد ديالهم هادو بجوج بانهم شركات انجليزيه، والديفو الواحد ديالهم بجوج انهم ما عندهمش داك، عندهم داك الكوديغو ايبان ديالهم ماشي اسباني. يعني الا كنتي في اسبانيا يكون عندك الكوديغو ايبان ماشي اسباني، بعكس بحال دابا في المغرب ولا في اسبانيا الانسان كيفضل يكون عنده كوديغو اسباني، لانك راك ساكن في اسبانيا او ساكن في المغرب خص يكون عندك كوديغو ايبان مغربي. هادو شركات انجليزيه كيخدموا بالايبان ديالهم ماشي اسباني، واللي ما عرفش شنو هو الايبان ولا الريب يدخل انوريكم واحد الايبان. هو هذا كما كتشوفوا الكود ايبان، هو هذا الريب، هنا في المغرب كيعيطوا له الريب والنيب. كوديغو ايبان هو هذا طويل كما كتشوفوه، فيه النوميرو ديال الكوانتا ديالك كيكون هو هذا، وتما باقي كوديغو ديال البايس، كوديغو ديال الايبان، لاكلي، والكود بانكاريو ديال البانكو، كود غيشي، ولاكلي ريب، حنا كنسميوها في المغرب لاكلي ريب. المهم اللي ما عرفش الايبان هو هذا. غادي ندوزو وغادي نهضرو على المميزات ديال ويز والمميزات ديال اش قلنا، المميزات ديال ريفولوت، ويز وريفولوت، وغادي نقارنو بيناتهم. كوانت كتعطي كوانتا بارالوس اكسترانخيروس غراتيس فابور ريتيرادوس غراتويتوس ان كوالكير كاخيرو ديال الموندو. ممكن تسيري بها اخي الحراق الفلوس ديالك من اي غيشي اوتوماتيك في العالم. كوانتا انتيليخانتي ديالها كتقتصد عليك بزاف، ما كتفرضش عليك ضرائب وعمولات باش تحول الفلوس، نسبه قليله. كوانتا نزيدو نشوفو ميخوراس كوانتا، سنشوفو هنايا، ديرو الترجمه خوتي باش تفهمو. نشوفو هنا احسن لو ميخور اي لو بيور دي لا كوانتا بارا اكسترانخيروس ديال ريفولوت. نشوفو ريفولوت شنو هو احسن حاجه فيها وشنو هي اخيب حاجه فيها. كوانتا ديال ريفولوت فيها ترانسفيرنسياس ان ماس، اكثر من 26 عمله كتستعمل في ترانسفيرنسياس ديال الفلوس فابور. بوديس باغار سولو 130، يمكن لك تخلص عبر العالم في اي منطقة في العالم ب 130 عملة محلية. بوديس اكسيدير ا ديسكوينتوس، تخفيضات وعروض كيقدموها الزبائن ديال ريفولوت، لانها شركة جديدة كتبغي دير دعم للزبناء ديالها باش تكسبهم اكثر وتكسب العديد من الزبناء الجدد. وكد تخدم حتى هي سيغورو ميديكو، يعني تأمين صحي
بزاف ديال الحوايج، والتأمين السياحي ولا التأمين ديال السفر حتى هو كتخدمو هاد البنكة، يعني كتوفر لك جميع الحوايج الزوينين اللي أي مهاجر كيسافر بزاف كيتنقل بزاف ومحتاج سيكورو ميديكو، محتاج يوفر في المصاريف ديال الفلوس ديالو ويخبعها في أمان. هاد الشركة ديال ريفولوت عندها، هي ريفولوسيونارية بمعنى الكلمة، كتنافس وقوية وداخلة، وكنصحكم تجربوها ريفولوت، كنصحكم ديروا فيها حساب بنكي تبداو به كأول مرة، ديروا حساب بنكي في إسبانيا واللي هو كتبداو بحساب بنكي غراتيس. أخيب حاجة كما قلنا في هاد الشركة، هي عندها ليبان ماشي اسباني، وعندها لا ستارخيطات فونكسيونال سيكون الموديلو دي بريباغو، عندها بزاف ديال الانواع ديال لا ستارخيطات، وعلى حسب لا تارخيطا واش فابور ولا خلصت على 6 الاورو ولا 7 الاورو ولا 9 الاورو، عندهم انواع ديال لا ستارخيطات بنكارياس. لا لينيا دي اتنسيون كلينتي، عندهم دعم الزبناء هي عبر الهاتف، ما عندهمش اوفيسيناس ولا بيروات اللي تمشي بريسنسيال تمشي لعندهم لدعم الزبناء. نشوفوا فيما يتعلق بترانسويز، او اللي ولات سميتها ترانسفير ويز، اللي ولات سميتها ويز، شركة ويز، ونشوفوا شنو احسن حاجة فيها واضعف حاجة فيها. كتعطيك اكسيدير او برداديرو راسيو دي ميركادو ميديو، كتعطيك دخول السوق بواحد النسبة معقولة. لا ترانسفيرنسيا سي اسن دي فورما ترانسبارنتي، الشفافية، قالك عندهم الشفافية والثقة. اس فاسي دي وصار سهلة في التعامل ديالها عبر لابليكاسيون ديالهم ديال ويز، واللي كتخدم بالمناسبة في جميع دول العالم. اس فاسي وصار كاين اوفر تاس و ديسكوينتوس مي اميغا بليس للزبناء ديالها، كاين غران كانتيداد ديال العملات اللي كيدعموهم وكيتعاملوا بهم، يمكن لك تخلص بهم ولا تيري بهم في جميع انحاء العالم. اوبسيون دي ترانسفيرنسيا متعدده، وسائل الدفع متعدده ونقل الاموال متعدده. اخير ما كاين هو ليبان، حتى هو ماشي اسباني. وسولو بويديس اثير ترانسفيرنسياس او هناك، وانت يمكن لك هادي باش خايبه، يمكنلكش تصرف الفلوس هي من هالكوينتاس بنكارياس، يمكنلكش دير بها بزاف الحوايج، تصرف الفلوس هي على سكوينتاس بنكارياس. يعني كنصحكم تجربوا ويز، واللي ما صدقاتلوش ويز يدير ريفولوت، راه هي منافسة بطريقة رهيبة الشركة ديال ريفولوت. احسن الابناك اللي كنصحكم، والابناك هما الابناك اونلاين، واخا ما فيهمش شي حوايج لي، ولكن حنا المهاجر المغربي اللي ما عندوش الاوراق كيحتاج هاد الخدمات اللي كيوفروا هاد الشركات اونلاين، كيحتاج الخدمات ديالهم بزاف، كيحتاج يشري برا اسبانيا، كيحتاج يجبد الفلوس يدخل الفلوس بزاف، كيحتاج يصيفط الفلوس برا اسبانيا بالعمله اللي بغى. انا كنصحكم خوتي بهاد جوج شركات اللي ما يمكنش تخلاو عليهم. اي واحد اول مره غادي يدير حساب بنكي مهاجر مغربي بدون اوراق عايش في اسبانيا وبغى يدير حساب بنكي، ويز ولا كنعاودها مره اخرى، ويز ولا ريفولوت هما احسن الشركات واحسن المواقع الاونلاين. غادي نخلي لكم الروابط ديالهم في الديسكريبسيون، وما تنساوش تدعمونا وتشجعونا باش نزيدو نقدموا لكم الجديد دائما والمعلومات الكافيه والشافيه باش تسهل وتساعد خوتنا المهاجرين بنات ولاد المغرب في اسبانيا. هذا ما كان في هذا الفيديو، ان شاء الله نتمنى ما كنتش طولت عليكم. الى عجبك المحتوى ما فيها بس اخي الكريم المغربي او الجزائري او التونسي، دير لايك وبارطاجي الفيديو مع اخوك، لان ضروري خوتك غادي يكونوا محتاجين المعلومه، ودير ابوني الى عجبك المحتوى ديال القناه، ودعمنا كذلك. الى دعمتينا غادي نستمروا في نشر المحتوى المفيد لخوتنا المهاجرين اينما كانوا، خصوصا في ارض اسبانيا، المهاجرين داخل ارض اسبانيا كنقدموا لهم معلومات نفيدهم على قدر المستطاع، ونتمنى وتنتم تدعمونا. وهذا ما كان، والسلام عليكم.